مش متسجل باسم حد بس شغال. انا معايا ده ونادر معاه واحد تاني. بصي هتلاقي هنا ارقامنا كلها متسيبه عندك، يعني ممكن تكلمينا في اي وقت دلوقتي هايدي، عشان التليفونات دي مش متراقبه. ها طب وما قالكيش القضيه دي هتخلص امتى؟ انا خلاص تعبت يا دينا ومش قادره. انا عايزه ارجع بيتي وقطي، عايزه ارجع لحياتي القديمه. انا مش بس نفسيتي تعبت هنا، لا انا شعري قصف من الميه بتاعت هنا، بشرتي قشفت، ضوافري اتكسرت، انا حاسه ان انا هقعد هنا للابد. والله العظيم يا دينا انا كل يوم بفكر ان انا انزل القسم واسلم نفسي عشان اخلص من العيشه الزفت دي. انت اتجننتي ولا ايه يا هايدي؟ ما تعالي بقى واديكي شايفه نادر مش ساكت ومهتم ازاي. ممكن بس ما تقلقيش جولي، ما شفتيش فردة الشبشب بتاعي؟ شبشب ايه وزفت ايه؟ انت ازاي تدخلي الاوضه من غير ما تخبطي او تستاذني؟ اوضتك؟ اوضتك ده مين يا حلاته؟ ثم تعالي هنا، انا اخش في اي حته في بيتي بشوق وقت ما يهفني المزاج. الا تقول لي اوضتي وما اوضتي؟ يا اختي اوعي انت راخره كده. ابعدي كده عنها. اهو. انا خبط ايه؟ ليه ان شاء الله داخله دوره الميه؟ شايفه؟ شايفه؟ شايفه الاشكال اللي انا عايشه معاها؟ شايفه القرف اللي انا فيه؟ انا اتبهدلت، اتبهدلت يا دينا واتهنت. معلش يا هايدي بس معلش معلش استحملي بس شويه. استحمل ايه بس؟ انا خلاص مش قادره. وبعدين بابي وحشني قوي، عمري ما كنت متخيله ان انا لو غبت عنه هيوحشني بالشكل ده. طيب ما انا ممكن اقول لنادر واكيد هلاقي طريقه تقابلوا بيها بعض. طب عشان خاطري قولي له، وانا برضو حاسه ان انا محتاجاه قوي. وانت كمان يا دينا ما تبعديش عني، انا خلاص ما بقاليش حد غيرك. يا حبيبتي كلميني انا في اي وقت، بس طول ما محمد هيبقى في البيت هبقى قافله التليفون ده عشان بس ما اعرفوش يا هايدي. ماشي خلاص. انا نازله اشوف اكل عيش. بقول لك ايه، مطرح ما احطك ارجع الاقيكي. انا مش ناقصه مخمضه وراكي وانت دايره ترمحي يمين وشمال. مخضمه ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بقول لك ايه، ما تكلمينيش بالطريقه دي خالص، ولا اقول لك ما تكلمينيش من اصله. انا مش طايقه اشوفك، انا مش طايقه نفسي اصلا. بصي انت واضح انك ما تعرفيش بتكلمي مين. ما خلاص بقى يا انسه كوري، ما ينصحش كده. انسه؟ انسه مني يا اختي؟ صلح اللي عايش فيك. بقول لك ايه، عقلي صاحبتك احسن، اقسم بالله العظيم ارجعها لكم لا تنفع طبله ولا طاق. الانسه ايه؟ ايه ده ان شاء الله تعملي حوار في التلفزيون؟ لا لا انا خلاص، انا خلاص، انا مش هقعد في المكان ده تاني، انا عايزه امشي معاكي فورا. انا مش فاهمه البت يعني كوريا بتعمل كده ليه؟ هتاكل البيت وهتطفشها، اعوذ بالله من نسويه. اهي بلاوي بتشيل بلاوي، ربنا يهلك الظالمين بالظالمين. ايوه يا اختي، ويطلعنا منهم زي الشعره من العجين. اما اطلع اشوف في ايه. انت واحده مقرفه وبيئه وشرشوحه. انت لو عندي في البيت انا استحاله اشغلك شغاله تمسح البلاط باخلاقك المعفنه وبمنظرك ده. انا عندي استعداد اتحبس 100 سنه مع المجرمين وقتالين القتله، ولا اقعد يوم واحد معاكي. انا تشغليني عندك شغاله يا بنتي عبارده يا سيد غنتي؟ بقول لك ايه، استبحي بيومك اللي زي وشك ده، بدل ما اقسم بالله اعملها معاكي اندمك على شبابك بقيه عمري. عاوزه تغوري من هنا ازح وانت ساكت. انا هزح ومش عايزه اشوف وشك تاني يا كوريا. يلا يا دينا. تعالي يا بنتي يا كوريا، سيبي البنت الغلبانه ده هي في حالها. يا شيخه انت بتعملي فيها كده ليه؟ ما تزعليش وما تخافيش، البنت كوريا ده هي بنت غلبانه وطيبه، والله قلبها زي اللبن الحليب، هي تطلع 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 وتنزل تنزل تنزل على ما فيش، قلبها ابيض وزي الفل. اه تعالي يا حبيبتي اقعدي معايا تحت في التقفيصه بتاعتي، اه نشرب كوبايتين شاي وبعدين بعد كده اهو نطلع نتفاهم معاها وهتبقى زي الفل ان شاء الله. لا اصل يطلعها وينزلها يا ام سوكا، انا هاخدها عندي هي وصاحبتها الحلوه دي واعمل لها شوب عنب يروق دمها. آه. اصل خناقه كوريا دي مش بالساهل. اساليني انا يا اختي. سيبيني سيبيني، خليني اتفاهم مع البنت وافهم. يا رايك انت وايه؟ هو انتوا ايه؟ غربان مستنيين اللي تحدفوا الحدايه؟ لم انسانك يا كوريا، لا حد خبط لك على باب ولا دخل لك شقه يا حبيبتي. احنا قلقنا من الصوت العالي والترزيع، فخوفنا للبيت المنيل ده يقع على دماغنا. آه. قابلنا ست كتكوده في وشنا فلمناها. خارجه نفشه ريشك علينا ليه؟ ده بدل ما تشكرينا. وانت مالك يا بارده؟ انا وبنت خالتي وبنقطع في بعضينا مصارين كده وبنتعارك في قلب بعض. انت ايه اللي حصلك يا ولية يا تاني؟ ما تتلمي يا بنتي يا كوريا، ما تتلمي يا بنت. جرى ايه؟ هيجي علينا كده ليه يا اختي؟ اتلمي يا بنت اتلمي. كل الحكايه انا اخد الستتين الحلوين دهم نقعد عند البنت نوال نشرب كوبايتين عناب نروق دمهم ودمنا، فيها ايه دي بقى ان شاء الله؟ عناب؟ اه نشوفه في خرجتك انت وهي قادر يا كريم. شوفي ايه اللي تلاقيه. اه شوفي ايه عليكي خرجتي يا دي البنت، اخسى عليكي. شفتي يا بنتي يا نوال قله الادب بتاعت البنت كوريا؟ تعالى يا بنت نشرب كوبايتين العناب.
ان شاء الله تنشقوا انتوا الجود في معاميع مصارين قلبكم. استنى استنى. ايوه ايوه حقف 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 حقف. رخص. كيف يعني يا باشا؟ رخص. اتفضل يا باشا. انت مشغل العربيه في غير الغرض المخصص ليها ليه؟ انا هجي لك سكه طوال يا بيه. معلش يعني ما تاخذنيش. الناس بقت تعبانه. كلها مخنوقه. مش لاقيين حتى يشتروا رغيف في العيش. وانا ورايا بيه بجاج ما يشدهاش سداد. بعد اذنك يا امي انزلي اركبك عربيه تانية. حرام عليك يا ابني سيبه يسترزق. انا لا قادر انزل ولا اطلع. معلش يا امي انزلي بعد اذنك. وانت اركن لي على جنب هنا. حاضر يا باشا حاضر ماشي حاضر. انا هنزل اجيب لك الرخص يا ابني. انزلي انزلي. ايوه يا كاريا. ايوه ايوه زفت ايه؟ الله يسامحك يا خلع اللي بتعمله فيا. بقول لك ايه؟ انت لو ما جيتش خدت البال والمساحه اللي انت سايبها لي دي انا هقتلها لك. بقول لك ايه؟ مانيش حمل الدلع الماسخ ده. مش مستحمل جنانك. سيبيني باللي انا فيه. انا امنتك امانه وامانه مش هينه وانت موافقه يبقى تستحمليها بقى. الله سلامك وانا مش فاضيلك. سلام. ماشي يا خيل ماشي. اما وريتك يا جولي ما بقاش انا كوري. خد يا ابني اطلع. ايه جبتيها؟ الله انت تشتغلي في المرور يا حاج. شوف الرخص بتاعك. شوف الرخص. الاجراءات دي تعسفيه واحنا مش ممكن نقبل بيها حضره الضابط. يا حاج ايه يا حبيبي ايه انت بتأيد مش بتشتري يعني ما تقعدش تحسس. الاجراء ده اتاخر قوي على فكره. المفروض حضرتك من اول يوم كنا نتحفظ على كل ممتلكاتك مع المتهمه بس انت حظك حلو. نو بروبلم. الوضع ده مش هيستمر كتير. انا مش عارف يا عم انت ازاي تسمح لهم يعملوا كده عندك. انا ما حدش يقدر يعمل معايا كده. يعني كنت هتعمل ايه يعني؟ كنت صعدت الموقف لاعلى المستويات لكن الحمد لله انكم ادركتم خطوره الموقف ومحدش قدر يمارس الاجراءات دي معايا. انت من الدرجه الاولى؟ نعم. انت من قرايب الدرجه الاولى للمتهمه؟ لا. طيب احنا بقى بنتعامل مع قرايب الدرجه الاولى بس. ممكن تسكت؟ لا محدش يقول لي اسكت. اسكت بقى يا طارق اسكت بقى. عارف ساعتك دي لوحدها بكل اللي انتوا قاعدين تتفرجوا عليه. خد زيق وادعي لي. يخرب بيتك شو قد ايه انت مهضومه. انتوا مش بتقولوا كده؟ اه يلا انا على الباب ونازل اهو. يلا مع السلامه. على فين؟ نازل. يعني ايه نازل؟ زهقت من القعده. فيها ايه؟ بعدين انت عارفه ان انا مش واخد على قعده البيت واخد على الشغل. بعدين ده انا حتى لما كنت في ايام الدراسه كنت بصرف نفسي واشتغل. وهو الشغل المره دي بقى لبناني ولا ايه؟ لبناني هندي ايراني مالكيش فيه. وبعدين انا عايزك تفهمي حاجه. احنا متعودين ان احنا ما نخنقش على بعض صح؟ عشان ايه؟ عشان احنا مش متجوزين. احنا يا دوب عايشين مع بعض. ها انت ليه عايزه تغير الموت؟ خلاص بقى خلاص. أنا بحبك أنتي وعايزك تعرفي إن كل ده ولا حاجة وهثبتك ده في أقرب وقت. فك بقى فك ورق العنب. ماشي يلا باي باي. توبوريني. اشرب يا ابن عمي شوية شوربة. مش هقول لك بقى اشرب. إن شاء الله. أنا يا صاحبي مش كانت المستشفى أحلى؟ كل يوم بتشوف ناس وفي ناس في ناس بدل ما شوف السحنة المصرية ديت. ما بطيقش أم المستشفيات يا واد يا سوكا. لا بطيق ريحتها ولا أكلها. بحس إن روحي بتطلع جدع. إزاي بقى صاحبي؟ أمال مين هيغرلك على الجرح ويكشف عليك؟ ده جرح كبير يا صاحبي مش قليل. يا عم انزل استقضالي أي حكيم ولا تمرجي من على الناصية كده المستوصف اللي هناك ده. مش كيميا يعني. بصراحة كباكي الواد نسر كلمني وقال لي تعالى اعمل فرح أختها دي. بس أنا صاحبي مش هقول لك كشمت لهم. أه والله أنت بتضحك على إيه؟